السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على بالرحمة ومحرز، وإن كما فعل محرز في وقت سابق بالرحمة يكسر الحجر الصحي في الإنجليز، يعني جزائريين. وين فاني كاين اصدقاء تاع محرز وين راحوا للملهى وين دانسان وين تكلمت عليهم ودارت ضجه كبيره، وين انضم الدولي الجزائري سعيد بالرحمه لقائمه مخالفين الحجر الصحي في الانجليز بعدما انكسر الحظر المفروض نتيجه انتشار فيروس كورونا عبر التراب باحد الملاعب الاكاديميه للشباب بالعاصمه لندن. ونشر النجم الجزائري فيديو على حسابه الرسمي على موقع الانستغرام يظهر فيه بصدى التدريب بالكرة رفقة مدرب كما نقولوا حنايا تاع الشاماتريال الأحمال التابع للأكاديمية. وكانت الإنجليز فرضت منذ يوم 24 مارس الماضي على سكانها الحجر الصحي الإجباري. انا والله لا شو نقول لكم كلمه حاجه في قلبي باقيه، والله لا قلتها لكم. انا والله كنت باغي كنت نقارع البارتي جوفنتيس مانشستر سيتي ويحبسوا كاع الشامبيون كاع ما يلعبوش الا العام الجاي، قاعد نقارع ديك بارتي والله ما نكذب عليكم. ريال مانشستر سيتي قاعد تنقارع لها وما كتبتش، بغيتهم يلعبوها من ويحبسوا الشامبيون كاع في انجليز في الموند كامل يحبسوها. بغيت ديك البارتي تلعب ويحبسوا الموند كامل يحبسوا الفوتبول. آه ما كتبت شي وصايك والله ما كتبت. بارتي يا شابه ودعمي والله بنادم ما صار ما يدير يعاود لي بارتي. تفرجت البارح البارح في الليل تفرجتها ليفربول اتليتيكو مدريد. اني متفرجها بالك بعد العاده تاع 15 خطره ما مليتهاش. كاينه هي وكاينه ليفربول ميلون 2005 وكاين مانشستر يونايتد مع الاخرى مع باير ميونخ 99. فاني بارتي يا فانك فينال اولا باير ميونخ ربحها 1-0 وباقيه دقيقه في ديك البارتيه. طردوا اخر طردوا لونترينر تاع باير ميونخ كملوا معاه شونجمون اللي داره ذاك لونترينر. والله ماني لونترينر تاع مانشستر يونايتد شاف لونترينر تاع باير دار دو شونجمون كي والو خسر ربحه ربحوا في لي شونجمون ربحه في التغييرات كمل معاه باقي دقيقه دو كورنان دو بيت دو ان. ونعاودو نولو نتكلمو على السعيد بالرحمه وكلش. وان كانت الانجليز قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضي على سكانها الحجر الصحي الاجباري وذلك بهدف حد من تفشي فيروس كورونا القاتل، ومن الواضح ان بالرحمه يسعى من خلال هذه الخطوه للحفاظ على لياقته البدنية، خاصة وأن فريقه يصارع من أجل الصعود للدور الدرجة الأولى للبريمير ليغ. ما هي سهلة على بالكم والله، ما على بالك كاين جوار على بالك بالخفي يسمنوا ولا تحبس يحبسوا بولا ما يجوا بالخفي ينتفخوا. على بالك شوية لياقة على بالك لاعب ما يلعب ما يتريني مولو على بالك كيما هما احتراف النيفو. تحس باللي النيفو تاعهم طاح، تحس باللي النيفو تاعهم طاح. حنا عندنا لاعبين على بالك تحس باللي النيفو تاعهم يطيح على بالك. على بالك باللي جيبوتي زيمبابوي على بالك الشامبيون تاعهم يتلعب على بالك يتلعب بلا جمهور. شوفوا دخلوا شوفوا اي تلعب بلا جمهور، اغلبيه اللعابه تاعهم يلعبوا والله ما مليحه على بالك. شتي ورات صوالح ماشي مليح. وسبق للعديد اللاعبين المعروفين ان خلفوا قواعد الحجر الصحي في الانجليز، حيث كشفت صحيفة دانسان البريطانية أن الثلاثي رياض محرز والكير وشنا كيفاش خرقوا الحجر الصحي. بحسب الصحيفة فقد تم رصد هذا الثلاثي في عدة مناسبات ببعض الملاهي الليلية المعروفة، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت تمديد تأجيل استئناف المسابقة للبريمير ليغ حتى تاريخ 30 أبريل الجاري بعد تأكد إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا. يا ما تجيب من الشهر على بالك
كيما مازال 25 يوم كاع شايل لي زونغلي، على بالك بلي لي زونغلي دودا في ريسانهم. الشعب تاع انجليز دودا، الشعب تاع انجليز مي تحبس الشامبيونا صاي تكمل الشامبيونا، على بالك الدوله تاعهم شاد لهم، ادي لهم ذوك السباق تاع تاع الخيول، ادي لهم تاع التنس، ادي لهم تاع ليبول، ادي لهم تاع كره السله، اي فما تلاهيهم ذوك شهر ولا شهرين تلاهيهم قد ما تعاود تولي الشامبيونا. الدودا في ريسانهم على بالك ما يخرجوش ما ي... ما يتفر اه ودي تاع شرع صاري ولا على بالك نمشي معاهم نتفرجوا عليهم تلفزيون او هما كيما ذاك الشعب، الشعب تاع نورويت سيتي لي سيبورتير تاع تاع نورويت سيتي هذوك لي سيبورتير تاع نورويت سيتي على بالك بلي منطقه معترف بها في حبهم للكره انجليز كومبلي كي تقول لهم هذيك المنطقه الفريق تاع الانصار تاع نورويت سيتي كي دايرين يقول لك ريسبيرو بول ريسبيرو البول ريسبيروها ريسبيروها ياكلوها ياكلوها يرابوها يرابوها في السلاطه يرابو البولا هما هذاك الانصار تاع نورويت سيتي تروح خلينا من ليفربول خلينا من تشيلسي خلينا من الارسنال خلينا اباك الناس تموت على البولا فما دير حسابك بلي نيفو عالي 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 لعابه ما يلبوش مين تاع صايك راه سهله ولا راهم قريب شهر تما غادي يدخلوا في شهرين دير حسابك 24 مارس الى 30 الى 30 غادي يدخلوا في شهرين برسك شهرين نقولوا برسك شهرين ما هيش لعبه على بالك والله ما لا كسر 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 انا الشيطان راك وين تمشي ل 24 كسر من 24 راك وين راه بالك او في شهر في شهر وزيد شهر وزيد زيد تما شهرين او في شهرين على بالك انا ما نكذبش عليكم انا والله قاعد نقرا البارتيه تاع الاخرى كسموه بارتيه هذيك تاع ريال مدريد مانشستر سيتي بغيتهم وليت زعما كن شاد قلبي نقول يا ربي يا ربي قد ما هذي ما تفوت يتفوت هذي البارتيه ما كتبتش والله لا بغينا بارتيه هذيك النار 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 كانت غادي تشعل النار بصح معليش المهم الصحه تاع البنادم وهم يخموا على ابني عمهم يخموا هما الولا داروا ولا داروا حنايا حنا مدبر وزاد تيبغاو يلعبوها بلا شعب العب برك دخلوا دراهم الحمد لله يا ربي كاين رجال اعلى سلطه قال لهم شاكم ديروا غوت منا بزاف انت شكون انت حبس هدر قول بلي بين حبسوا هدر هدر انت هدر قالوا له ايا يخرج يقول لك اودي رانا قررنا ما كان لا انت قررت لا والو قروا خطره اخرى مين تبغوا تهضروا قولوا لقد قروا باش حنا نهضروا نقولوا بلي بوله حبست بطولة بيضاء ديروها بطولة بيضاء خاطر ما عندكم حتى فايدة تولي تنشرو تولي تنشرو المرض ما دوار زاتشي تولي غادي تنشرو المرض ما كان حتى فايدة ما غادي يستفادوا منها أندية ما يستفادوا منها الجمهور ما كان حتى فايدة في البولة تاعنا مادامكم نتوما ما كان حتى فايدة كاين فايدة تاع جيوباتكم نتوما باغيين تكملوها في طوع جيوباتكم برك هذا مكان حنا على هذيك نقول لكم حبسوها ما خاصناش ما خاصناش ما عندنا حتى فايدة غادي تنشرو المرض غادي يا بطوله مريضه وتزيدوا تنشروا بها المرض تساهموا في قتل الجزائريين كنتوا رايحين تساهموا في قتل الجزائريين مزيه رجاله حبسوكم وما نتوما عمدتوا عليها باش تقتلوا الجزائريين والله لا عمدتوا عليها على بالنا كيفاش تعمدوا عليها كلش مخطط وراهم على بالهم ما يخرطاب لك حلا على بالو باش يجي نهارك الحمد لله يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي وفقنا يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي لا اله الا الله لا اله الا الله الا انت سبحانك يا ربي اني كنت لا اله الا الله وحدك لا اله الا الله وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ربي يا ربي لا اله الا الله اللهم لك الملك ولك الحمد ولك الحمد وانت على كل شيء قدير يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح اللهم اغفر لنا يا رب العرش العظيم اللهم اشفينا واشف المسلمين يا ربي
اللهم اشفينا واشف المسلمين يا رب. امين اللهم امين يا رب.